السلام عليكم، رابين الدواجن في كل مكان. اهلا وسهلا بحضراتكم. كنا زمان بيقولولنا واحنا صغيرين ما تقربش من النار علشان ما تلسعكش، ولكن ما كانش حد فينا بيصدق غير لما يتلسع فعلا من النار. موضوع حلقتنا النهاردة يا شباب عن معلومة دايما بنقولها لمربيين الدواجن، ومع ذلك البعض ما زال بيحب يتلسع من النار. السؤال النهاردة: هل استقبال الكتاكيت على العلف مباشرة أفضل أم تصويم الكتاكيت 12 ساعة والاكتفاء بمياه الشرب عند استلام الكتاكيت؟ يا ترى إيه الصح؟ هل الصح إن إحنا نحط علف على طول مع المية في استلام الكتاكيت، ولا الصح إن إحنا نصوم الكتاكيت 12 ساعة ونكتفي بمياه الشرب فقط لغير؟ ده هيكون موضوع حلقتنا النهاردة. ولكن كالعادة قبل ما نبدأ، ما تنساش تصلي على حبيبك المصطفى في التعليقات، ولو لسه ما اشتركتش في القناة انزل حالا اشترك في القناة علشان يصلك كل جديد. ويلا بينا حالا نبدأ على بركة الله. اهلا وسهلا بحضراتكم. كنا زمان بنحط على العلف رملة او زيت او دشيشة، وكان في اعتقاد سائد ان بالطريقة دي بنزود امتصاص كيس المح علشان ما يحصلش مشاكل ونافق في اول اسبوع او 10 ايام. لكن العلم اثبت والتجربة اثبتت ان لما نستقبل الكتاكيت على بروتين عالي، ده بيكون افضل لزيادة النمو والحصول على وزن مثالي في اخر الدورة. يعني لو استقبلت الكتاكيت على دشيشة اللي هي اصلا عبارة عن طاقة عالية ونسبة البروتين فيها ضعيفة، فده مش هيلبي الغرض المطلوب. نفس الكلام لو حطيت زيت على العلف، حتى لو حطيت زيت على العلف انت كده بتزود الطاقة، فالكتكوت هيشبع بسرعة ومش هيحصل على البروتين المطلوب. اذا افضل طريقة للحصول على بروتين عالي هو العلف نفسه. استقبل الكتاكيت علف ومية. لكن فكرة انك تصوم الكتاكيت اول 12 ساعة وتكتفي بمياه الشرب وتحط فيها سكر او عسل اسمر، الكلام ده غير صحيح. لما اقولك ان التجربة اثبتت والعلم اثبت ان الكلام ده غير صحيح، يبقى ما ينفعش تقول لازم اجرب واتلسع من النار وانزل او استلم الكتاكيت بدون علف. الفكرة باختصار انك لو صومت الكتاكيت اول 12 ساعة، ده بيقلل افراز الانزيمات اللي بتيجي من البنكرياس. يعني لما بتحفز البنكرياس على ان هو يفرز انزيمات الهضم من خلال انك تدي العلف والبروتين المطلوب من اول ساعة، انت كده بتفقد الميزة دي لو صومت الكتاكيت. فزي ما بقول لحضرتك كده، الصح والافضل علميا انك تستقبل الكتاكيت على علف ومية في نفس ذات اللحظة. ده هيديك ناتج او وزنك مثالي على عمر اسبوع ممكن يصل ل 200 جرام، وبالتبعية هيديك دورة مثالية ممكن تخلصها بدري عن كل الناس، لن تزيد عن 30 يوم الدورة، وزن مثالي لن يقل عن 2 كيلو، معدل تحويل عالي جدا لانك حافظت على الجهاز المعوي من اول ساعة ونشطت انزيمات الهضم من اول لحظة. وانزيمات الهضم دي هي تعتبر المصنع اللي في الامعاء اللي بيهضم العلف، واكنك زودت طاقة الكتاكيت او طاقة المصنع بتاعك من خلال ان انت عارف المصنع محتاج ايه، فاهم ان الفراخ محتاجة بروتين من اول ساعة علشان البنكرياس يفرز انزيمات الهضم من اول ساعة، فتاخد انت الميزة دي وتشتغل عليها فتخلص دورتك بدري بدون مشاكل كبيرة. بكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. يا رب اشوفكم دايما في خير واحسن حال. كان معكم الدكتور سامح عسل، والسلام عليكم ورحمة الله.